كلنا عارفين ان الدولة بدأت حصاد القمح، واللي بيكون موسم بيحظى بمتابعة كل المسؤولين في الحكومة، خصوصا تأمين رغيف العيش، وده واحد من اهم اهداف الدولة المصرية على مدار كل العصور. وعشان كده الحكومة بدأت من دلوقتي تأمين القمح اللي هيكفي الشعب على مدار سنة كاملة. يا ترى ايه اللي بتعمله الحكومة عشان تأمن رغيف العيش للمواطنين لمدة سنة كاملة؟ وهل الحكومة بتفكر ترفع الدعم عن رغيف العيش بشكل كامل؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل مع بعض. بانكير نبض البنوك. رغيف العيش واحد من الحاجات اللي الحكومة مش هتقدر ترفع عنها ايديها، سواء برفع الدعم او الغائه، وده لسبب بسيط جدا، ان مش كل الاسر المصرية هتقدر تشتري رغيف العيش السياحي واللي وصل سعره في وقت من الاوقات لاكتر من 2 جنيه. يعني لو اسرة بسيطة مكونة من 4 أو 5 اشخاص عايزين اكتر من 30 او 40 جنيه عيش يوميا عشان ياكلوا، وده غير الاحتياجات والمصروفات اليومية. طبعا كلنا عارفين ان المدعم واحد من الحاجات المهمة اللي بتقدمها الدولة للمواطنين من خلال بطاقات التموين، واللي اصبحت مع مرور الوقت رقم اساسي لا يمكن الاستغناء عنه باي حال من الاحوال، واي تغيير فيه او تعديل ولو بسيط هيأثر على اغلب الناس من الشعب المصري، ويكون صعب جدا يقضي يومهم من غيره. التغييرات السياسية اللي حصلت في العالم، وخصوصا في الفترات الأخيرة وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية، خلت أغلب الدول تعيد حساباتها في غذاء الشعوب، خصوصا أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين منتجين القمح، وأغلب دول العالم كانت بتستورد القمح من هناك، ومنهم طبعا مصر. وبعد الحرب اللي قامت، الطلب العالمي على القمح ارتفع، خصوصا ان صادرات القمح الروسي والاوكراني بيعتبر اثار وبشكل كبير. وبعد كل اللي حصل ده، الاسعار العالميه طبعا ارتفعت بشكل غالي، ومن هنا فاتوره مصر الاستيراديه من القمح ارتفعت بشكل غريب. ومن هنا جت اهميه القرار السياسي المصري بالدخول ضمن مجموعه البريكس، خصوصا ان دخولها في المجموعه ده بيسهل على مصر استيراد القمح الروسي بالعملات المحليه، وده بسبب ان مصر وروسيا موجودين في الاعضاء، وده خفف الضغط على الدولار وبشكل كبير. طيب ايه اللي بتعمله مصر عشان تامن رغيف العيش للمواطنين؟ مصر في الوقت الحالي بتحاول بكل الطرق انها تنوع مصادر القمح، بحيث لو دولة ما اثرت في تصدير القمح يكون عندنا البديل. وحاليا مصر بتوقع اكتر من اتفاقية لشراء القمح، ده غير الخطوات الكبيرة اللي عملتها الدولة عشان تزود مساحات الاراضي اللي مزروعة قمح، وده غير جهود الدولة في زيادة انتاجية الفدان من خلال الاعتماد على تقاوي عالية الجودة، ويكون الانتاجية بتاعها اعلى بكتير، ده غير برضو جهود الارشاد الزراعي لمقاومة الافات والحشرات. في الوقت اللي كانت الحكومة بتزود في انتاجية الفدان اللي مزروع قمح، كانت برضو الدولة شغالة على موضوع تشييد وبناء الصوامع، واللي هتستقبل القمح من الناس عشان تخزنه فيه، ويكون رغيف العيش متأمن على مدار سنة كاملة، خصوصا ان الدولة ما ينفعش تيجي في يوم وتقول للناس اننا ما فيش عندنا عيش مدعم النهاردة، او اننا هنرفع الدعم عن رغيف العيش. وعلشان نكون عارفين، جهود الدولة في تأمين رغيف العيش موقفش على زيادة انتاجية الفدان من القمح، ولا بنى الصوامع الجديدة لاستقبال القمح من الناس، لا ده كمان بدأ نجرب أنواع كتيرة من محصول القمح، زي القمح اللي ممكن يتزرع أكتر من مرة على مدار السنة، خصوصا إن القمح محصول موسمي بيتزرع مرة واحدة في فصل الشتاء. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.